هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للمنشاويين وش ولا نخص. رحنا وجينا موسم بعد موسم، حلقة بعد حلقة، والجماعة فقط جالسين يعلقوا صور بالكامبات. ما ليه باس زلقوا الخلق، كملتوا البلوك والسمنت مقابر، خلص البلاط سنتين ونشرات المسيرة، تشيع 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 تشيع، شكلكم فاهمين التشيع غلط. مش كذا ذولاك يخبطوا صدور كذا إلا قليل ويطلبوا الله ويروحوا لعيالهم، مش يصندقوا أصحابهم. وقاب للكامبا، هذا الطبع. 7 سنين 7 سنين معاكم، ولا في الأخير وير 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 وير، ولا فين؟ لا تحت حمام إسرائيلي. كنتم مالكم شي قد معاكم مقامع خلصتوهم. كان أسامة ساري يقول أحم بس اللي بصفحته بالفيسبوك ويحصل 400 لايك. اليوم يخرط 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 طول اليوم، ما عاد يحصل حتى 40 لايك. لا ردكم ولا سلم، خلونا نشوف ايش قالوا. ايش قالوا؟ نبدا مع خبر اجتماعي وفني. يمنيون غاضبون من عدم فوز الفنان عمال العزكي بلقب عرب ايدل، ويفرغون غضبهم بتكسير اجهزة التلفزيونات. يا رب استر. لك عرب ايدل شهرين وانا منتظر عرب ايدل، والله راح اكسر الكلام. منك لله يا عنديسي، منك لله. من فين بيلاقيها اليمنيين ولا من فين؟ قدهم التلفزيونات للنخار من خطابة الحوثي اللي تورم بالكلوب بالكلوب، وعاد ام بي سي قد توفي هذا الحين. باني القعدة الحين لزمان الراديوهات. مش كذا يا جن، مش كذا يا جن، ما هيش معركة، هلا برنامج لازم من رابع واحد، وعمار وصل وحقق الكثير. عموما ألف مبروك للنجم الفلسطيني أخونا وحبيبنا على كل حال. نرجع للسياسة. حكومة حزيز لصاحبها الفقمة بن حبتون تصرف للبعض نص راتب شهر أكتوبر. حكومة الأنصاص، فين اللي لهطوا يا شرق شرق شرق؟ 6 مليار دولار والوديعة السعودية، وفي الأخير نص نفر فول بايت والأصحابكم بس. وزير حوثي يتهم لقاحات الأطفال المقدمة دوليا بنقل الأمراض والعقم. إذا كان اللقاحات تنقل الأمراض، هذه الصورة إيش تنقل؟ مباريات كلاسيكو؟ قد اسمك فيك عقبة، عقبات بعضها فوق بعض. بطلوا اللقاح، ايوه بطلوا اللقاحات. ولما ينتشر شلل الاطفال وبقيه امراض الطفوله في زمن الكتن، بيعملوا لكم محاوات وحروز وتمايم. كان ما طوفان سخريه على فضيحه اعلان الحوثيين تصنيعهم للطائرات بدون طياره. باب 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 باب. تصنيع طوائر حتى واحدة وبدون طيار، وحربية واستطلاع وخير وفسح. لا هذه ما تمرش. أخير مخرج الكريم، ألغي موضوع الحلقة، بنشارك في الأجب بقية الحلقة.
ضواير ضواير. قلتوا لي تصنيع حربي ها؟ ضواير بدون ضيار. الله الله هدهد من دهداكم قاصد ملي قصف اعماركم راصد الشعب بيرصد كل هبالاتكم وقرائمكم خليتوا سيرتكم على كل لسان قولوا اشترينا قولوا رنققنا قولوا بدلنا اساميهم الانجليزي الصعبه علينا قولوا دخلنا اربع حبات تهريب اما تصنيع والله ما صنعت الا مهزله تاريخيه واكبر حفله سخريه صرتم مسخره من اكبركم الى اصغركم رزقي رزقي اللهم زد وبارك خلونا نشوف من بدا بالخرطه نشوف الخراط الاكبر ابو ولاع وكذلك وفي انجاز مهم ونوعي بدا في تصنيع طائرات بلا طيار هي كذلك ان شاء الله هي كذلك ان شاء الله كيف ان شاء الله هنا وتحديدا لايش انها الطائرات ولا بدون طيار لانه احتمال تكونوا صنعتوا طائرات بطيار زي كذا كمل يا راس الخار ستاخذ مسارات متطوره ومديات ابعد وارفع واكثر فاعليه ان شاء الله ارفع اكثر اخرب وبعد هذه الخرطه بكم يوم وصلت الطالبيه من امازون هوبا يقوم الصماط والفقمة حفتور يبزوا انفسهم وينفذوا الخرطه اليمن يحلق والرئيس صماد يرمي ببصره اقصى القوم وهو يشهد تجربه لحظيه لطائره هدهد يا ابو هدهد الرحمه الناس خايفين يموتوا ضحك يشخص ببصر اقصى القوم يعني كذا يتعامس يا قوم اخ يا قوم ايش وقع باليمن من تحت راس دول الحلافيت وانا كنت اقول واسال الهلفوت ذا يسموه ابو جبريل والبرميل اللي قبلك ابو احمد لا 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 مش ده قلنا البرميل قلنا الثاني وكان تسال بيني وبين نفسي كذا قول الصمات هذا ابو ايش طلعت ابو هدهد يا ليتني في جيبكم عصفوري يا ليتني في جيبكم عصفوري ولا حمامي عالمكم نهيدو وكان الى جوار ابو هدهد الفقمة صاحب حكومة حزيز الدكتور اللي كان رئيس جامعة اللي رمى العلم والضمير ومؤخر العقل وتحول إلى فقمة بعد شوية متبردقين نشوف وين وصل فيبو الحال في تسويق الخرط نحن نفخر كثيرا بأننا قابلنا هؤلاء المهندسين هؤلاء العلماء الشباب تفخر بهذه الزيارة وتسمي شوية الهراتي الخراطين اللي غطوا وجوههم من الكد والفضيعة مهندسين وعلماء يا فقمة كذا حتى ما فيش قليل خجل هيا تعال 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 اوريك فين وصلتوا العلماء الحقيقيين وكيف صار حالهم بسببكم يا لصوص ها هذا العالم الشريف العفيف الدكتور عبد الجبار قاسم رئيس قسم الهندسه بجامعه الدمام يبيع ذره في الشارع رومي اين رواتب الناس يا سراق اين الرواتب يا كم من ذرات شي معاه خبر ياكل عيش ها حتى حقكم النمر المغنى يشتي مغلف هو يشبع ويجمع دومان بايخترع لكم بعدها حتى الصحن الدوار يلا ف هي مصور جنن مصور جنن ايش في خير دي راسد ولا هدهد ولا ايش يعني هم قالوا ملتم مقنع كمان عقام ولا ايش اطلع فاصل المقلى الفول حاصل إذا فاصل نرجع نواصل حيا بكم ومرحب ولازلنا مع الضوائر بلا ضيار حق عبد الحوثي بعد ما دشن أبو هدهد خارطة التصنيع بدأ فريق البعاء حقهم في الاستعراب لا حول ولا قوة إلا بالله نبدأ من هذا البقبوق اللي ابنه بأمريكا يستشهد جداً
والثاني في إيران يهدد ويرعد، والفيسبوك كله الموت لإسرائيل وعيال القبائل. قد كان بات. تحية لمن ابتكر وصنع وأنتج وأشرف، ولمن سيوجه إلى صدور العدو فورا. لا شك أن صناعة وإنتاج طائرات عسكرية بدون ضيار، بعضها تجسسية والأخرى قتالية وبأيادي يمنية، وفي زمن الحرب والحصار هو بحد ذاته عمل عظيم يبعث على الفخر والإحساس في نفس كل يمني ويمنية، أيا كان حجم قدرات وإمكانيات هذا الإنجاز العسكري النوعي الكبير. ولكن الفخر الحقيقي، الفخر الحقيقي أيها الأخوة، هو استخدام هذا الضرب السعودية وشل القدرات التي لم تسبق سلاحا إجراميا والتي في العالم. ويبقى أن نقول تحية إجلال وإكبار للأيادي التي صنعت وأنتجت وأشرفت ووجهت حتى أنجزنا هذا الإنجاز الكبير، وتحية للأيادي التي ستستخدمه فورا وبدون تأخير لكسر وهزيمة السعودية رأس حرب العدوان. و بس كثير هدار حتى لما تشتغل تصوير. لوك 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 لوك، أقول لك أرجع باقي لتصور إنك بميدي وهقعنا. أما اللي بعده لحاله رضوان الحيمي الليد المغناج حق حمى علي الحوثي، قد فتح دكانه بدأ يبيع. هناك طلبات دولية لإجراء طائرات استطلاعية وهجومية يمنية، والله على ما أقول شهيد، يا رب يا الله علي الجاهنة. دلا يا دول العالم، دلا يا منعاء، دلا يا كبار، دلا لا تتزاحموش الضوائر بلا تضير ملان الكيس. مو فتحت محل جنب القرباني شعير وزبيب؟ أكبر عليك والذمة معك، والله على ما أقول شهيد، يكذب ويحلف. البعاء الحوث الثالث. صحيفة يدعوت أحرنوت الصهيونية تعبر عن كلكها الكبير لقيام اليمن بتصنيع ضائرات بدون ضيار. أيوة إسرائيل والعالم كله قلقين من كثرة الخضعان بينكم، مش من شيء ثاني ولا من طوائر القصاع حقكم. وهكذا يا جماعة، كل البعاء الحوثي في ليلة اقتلبوا مسوقين وصحفهم تظابط وترادع، وبعدين طلع لهم الأخ جوجل الكافر الأمريكي قلبهم قق ب3 ثواني، الراصد صناعة صينية ب$100، وهكذا البقية أغلى حبة طلعت ب$170. لو تسلموا مرتبات الناس إن كل مواطن بيشتري له حبة. كيف يا رضوان الحيمي؟ بكم عندكم؟ طلعت اللقية فحم وطارت الطيارة، طارت طارت الطيارة. انخرط في زمن جوجل صعب يا شخوة، مستحيل يا صمال، فضيحة يا معاتي. بس كله من حسن زيد، هذا أبو شعفلة رأس المصائب، من يوم ما ندع الطيار السوداني أول الحرب لليوم والمصائب تهلل. فين الطيار يا رياضي؟ فين الطيار يا أبو خيوط؟ من تحت رأسك خليت الناس يتعبوا ويخترعوا طوائر بدون طيار. فين الطيار السوداني؟ خرقوا وخليه يطلب الله معاكم. إنما والحق يقال، السيفي حق الحوثة مليان من هذه الحاجات، يعني خيارات استراتيجية ولاعات و50 وغيره. ليش تستهتروا بقدرات المتبردقين في صناعة شيء من غير شيء حقه؟ مستكثرين عليهم يحصلوا طوائر بدون طيار. مقنعوكمش للآن، مقنعوكمش موظفين بدون رواتب، سيارات بدون بترول، ولمبات بدون كهرباء، وبيوت بدون مصاريف، وجوال بدون خبز، وشاصات بدون ريوس، وبنوك بدون فلوس، وعينوا أصحابهم ويقسموا لهم رتب بدون مؤهلات، ويكبوا بالبلاد بدون دولة ولا موازنة. جت يعني على طيارة بلا طيار؟ بصراحة ما لكمش حق تتمسخروا بهم. ليش؟ عاد نحن نتمنى بس يخترعوا بردقان بدون بزق، امغطوه شمتوا بالدنيا. وبعدين أنا بقول لكم، ليش اضطر الحوثي يقول إنه صنع طائرات بدون طيار؟ أعطونا فكركم. لأن الطيار معناه سارق بلهجة أهل صنعاء، فلان يده خفيف يقول لك ده طيار، والطيارين حق الحوثي كلهم مشغولين مشرفين بالمؤسسات والبنوك والصناديق. طيران ما يوقفش عندنا، عشان كده عملوهم بدون طيار. وقريبا بيصنع لكم بعض طائرة الراصد، طائرة الزارط، وصاروخ اللاهط، وكل واحد يلحس كوعه بلا رواتب وبلا مصاريف، ومسكين المواطن اللي بلا قواق. المهم، ها على قولة وليد علوان، المرة الثانية لما اخترعوا طوائر
كونوا غطوهن هن وظهروا وجه العسكري أحسان. هيا أش ولا نخص. لحظة لحظة لحظة، باقي كلمة شكر لكل اللي استلهمنا منهم أفكارهم أثناء إنجاز هذه الحلقة مننا وفينا.